استاذه عائشه الرشيد. استاذه عائشه اهلا بيكي. مرحبا استاذ وائل، وحياك الله وحييك وحي مشاهدينك. والحقيقه انا تابعت الحلقه من بدايتها. في البدايه اود ان اتقدم بخالص العزاء والمواساه لذوي المغفور وداعين المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكن فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوات. ونتبنى للأخ خالد الشفاء العاجل، ولو أني أنا أحسب عليه إنه لما قال إن إحنا ملناش لزمة ملناش قيمة، لا، الشعب المصري نحن نكن له كل التقدير والاحترام، والجالية المصرية في الكويت أيضا نكن لها كل التقدير والاحترام. يجب أن يعلم الجميع وخاصة أخواننا الشعب المصري إن الفعل المشين الذي قام به الجنات مرفوض جملة وتفصيلا من الشعب الكويتي، وقد استنكر الشعب الكويتي مثل هذا الحادث، وأيضا تألم جدا للقتيل الضحية. الحقيقة نحن كشعب كويتي لا نرضى أن يتطاول أي كان على أخواننا العرب المتواجدين على أرض الكويت. أخوائل طبعا كلنا يعرف ان في عندما حدث الحادث او المشاجره وتطور الامر الى وجود قتيل ومصابين، صدرت اوامر صارمه من معالي وزير الداخليه الشيخ محمد الخالد الصباح الذي امر بضبط الجنات، وخلال يعني فتره قصيره جدا تم ضبط الجنات، وطبعا تم التحقيق معهم واهانتهم الى النيابه العامه، وصدر بيان من وزارة الداخلية، وكان هذا البيان واضحا حيث تم طبعا اتهامهم بأن القتل العمد يعني الموجود على، يعني لازم نعرف احنا كلنا اللي المحرر كالفاعل، ولذلك الجنات تم القبض عليهم وتقديمهم إلى النيابة العامة، وكانت التهمة واضحة اللي هو الدهس والقتل العمد. ايضا الناطق الرسمي لوزاره الداخليه العميد عادل الحشاش ظهر على شاشه التلفزيون واكد ان هذا الحادث مرفوض جمله وتفصيلا، وان وزاره الداخليه تم يعني قامت بواجبها، والكل سيقدم الى محاكمه نزيهه ليأخذ الجنات طبعا ويعود الحق لاصحابه. الاخ خالد يطالب بحقه، حقك راح تاخذه. والأهل الكويت أيضا لا يرضون بالظلم أن يقع على أي إنسان يعيش على أرض الكويت، وطبعا ولا يمكن أن تقطع رزق أي إنسان من يعني تقطع رزق الناس. أيضا يجب أن يعلم الجميع أن العلاقات ما بين الشعب الكويتي والشعب المصري هناك في علاقة نسب ودم، يعني في يعني يعتبرون في عائلات كويتية يعتبرون الشعب المصري خوانهم، فلذلك علاقة قوية ليست وليدة اللحظة، والعلاقة بين الشعبين أيضا وبين الدولتين الشقيقتين. حتى سمو الأمير الله يحفظه في نطقه السامي في دور الانعقاد لمجلس الأمة ماذا قال؟ قال دائما إذا كان هناك فرق أخطأ فيجب أن لا يعمم الخطأ على الطائفة أو على القبيلة أو على الدولة أو على أي كان، فإذا أخطأ كويتي فلا يجب أن نعمم ذلك على الشعب الكويتي، وإذا أخطأ مصري لا يجب أن نعمم ذلك على 90 مليون اللي موجودين في مصر. الخطأ فردي يتحمل كل إنسان نتيجة خطأه، ولذلك دعني يعني هذه قضية تم إثارتها يعني إعلاميا، ومن حق الكل يغضب إذا إحنا كشعب كويتي غضبنا لهذا الحدث وغضبنا غضبا شديدا واستنكرناه ولا نقبل بالظلم. ولذلك يعني ونقول حق الأخ خالد يعني أنت متألم ونحن تألمنا، قد يمكن أنت بكيت وإحنا بكينا معك، ولذلك إحنا نعتقد أن الآن وزارة الداخلية يعني تعليمات صارمة، بالمقابل أن أي إنسان سواء كان وافد أو حتى كان مواطن أي إنسان يخالف القانون فيطبق عليه القانون، يعني القانون يطبق على الوافد ولا يطبق على الكويتي؟ لا، يطبق على الكويتي ويطبق على الوافد. ايضا في ودي اقول ان احنا هذا الشعب المصري احنا نقف له اجلالا واكبارا،
ولا يمكن لأي كان أن ينكر فضل الشعب المصري على الوطن العربي من خليجه إلى محيطه. ولذلك نحن مثل ما تفضلت يا أستاذ وائل وأنت تقول إن إحنا من خلال يعني لما مرت مصر بأزمتها يعني عرفنا عدونا من صديقنا. نعم نحن ككويتيين نفخر ولنا الفخر إن إحنا وقفنا وياكم، وأنتم تستاهلون إن إحنا نوقف وياكم. ومصر طبعا هي أم الدنيا وهي الشقيقة الكبرى للدول العربية كلها، وتظل مصر هي عظيمة. ونقول لكم يا مصريين عظيمة يا مصري ست الكل، وانت يا شعب مصري حقكم علينا وعلى رأسنا. بتوجه لك.